مؤتمر الأطراف المقام في دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا العام لتمثيل المنظمة الليبية للعمل المناخي والبيئي لكاو بدعم من اليونيسف اللي تسعى دائما لتمكين الشباب. ومن خلال هذه المشاركة حققنا أول هدف من أهداف منظمة إيكاو اللي يسعى لإيصال صوت الشباب الليبي المهتم بالقضايا المناخية وقضايا البيئة بشكل عام. خلال وجودنا في هذا المؤتمر شاركنا في عدة نشاطات وفعاليات وجلسات حوارية، وأكثر شيء أخذ اهتمامنا كشباب ليبي هو الجلسات الحوارية اللي أقامها الجناح الليبي فيما يتعلق بالشأن الليبي والتحديات اللي تواجه القضايا المناخية والبيئية ومحاولة التصدي لهذه المشاكل ووضع الحلول، واللي أقامها وزارة التخطيط وأيضا جهاز الطاقة المتجددة. من خلال هذه المشاركة نسعى نحن كشباب ليبي واعي بهذه المشاكل المناخية اللي يعاني منها بلدنا الحبيب واللي يعاني منها العالم بشكل عام، بأن احنا نسلط الضوء على وجودنا كشباب ليبي مهتم بهذه المجالات وهذه القضايا. المشاركة في هذه السنة كانت مختلفة من نوعها، لأن المشاركة كانت مليانة بأصحاب الخبرة من باحثين وخبراء وأيضا أصحاب القرار في الشأن البيئي والشأن المناخي. رسالتي من خلال مشاركتي في هذا المؤتمر هي أن ياريت نحاول أن احنا نكتف جهودنا ونسعوا بشكل كبير بأن نسرع العمل البيئي والعمل المناخي في بلادنا الحبيبة اللي تتعرض لتغيرات مناخية كبيرة جدا، أخرها الحدث المأساوي اللي حدث في مدينة درنا الحبيبة واللي كان بسبب التغيرات المناخية واللي أدى إلى وفاة العديد وكوارث مليونية. احنا كشباب دورنا مهم جدا بأن احنا نقوله ونعطوا صوتنا ونبينوا ان احنا مهتمين جدا بالقضايا المناخية. العالم كله قاعد يهتم بالقضايا هذه وقاعد يحاول ان هو يعطي دعم كبير للدول المتضررة، واللي تعتبر ليبيا احد اهم الدول المتضررة. اتمنى ان ما نوقفوش عند هنا، والخطوة الاولى تكمل ونمشي خطوات اكثر واكبر، نحقق العدالة المناخية، نبدأها من بلادنا وننطلق فيها للعالم.